اللي كاين اليوم هو لقاء ديجيتال، لقاء رقمنة، لقاء تكنولوجيا، لقاء معاملة بار الحاسوب او فيا تليفون. دونك حنا بغينا هذا درنا اللقاء الاول مع الشركات الصغرى المتوسطه وخاصه الشباب المبتدئ والشابات اللي حاملين افكار اللي بغينا حتى حنا يعني نعاونهم ونواكبهم. درنا اتفاقيه مع التجاري وفا بنك كذلك ومع المقاول التجاري وخاصه مع الكليه عين الشق ديال الاقتصاد ومع اساتذه اللي هما يواكبوا هاد الشباب اللي يعطيهم واحد الدفعه باش يكون عندهم مستقبل يعني باين وواضح ويكونوا حتى هما كيعرفوا فين حاطين رجلهم. واليوم التكنولوجيا كما قلت لكم يعني ولات ضروريه وعايشه معنا في الديور، في التليفون، في الدار، في الطوموبيل، يعني ما يمكنش تخلى عليها لحقاش ولات حتى هي واخده واحد الجانب كبير ديال المواصلات وديال. دونك حنا بغينا ندخلوا حتى المول الحانوت اللي هو باقي تقليدي بغينا نردوه يعني مودرن ورديت يعني رقمانه ويولي توا يبيع ويشري باش المحل ديالو يتحرك ما يبقاش عنده جمود في الدكان ديالو. هذه من جهه. جهه اخرى كذلك عندنا التاطير داخل غرف التجاره والصناعه والخدمات الدار البيضاء السطات، عندنا اطور اللي كيواكبوا الشباب اللي حاملين شواهد وحاملين افكار اللي هي جيده، كنتحاوروا معهم، كنجلسوا معهم، كندونوا ديك الساعه كتخرج للوجود، هي كتخرج للوجود، كنقدموهم لدار المقاول وكنقدموه يعني الابناك ولا الاساتذه باش كيواكبوا معهم باش ينجح ما يرجعش للور، وخصهم يثقوا في المغرب ديالهم ويثقوا في الاساتذه ديالهم اللي تيفهمهم. والحمد لله حنا الشباب ديالنا يعني حاملين افكار جيده معقوله اللي بغينا ندعموهم ونوصلوا معهم لواحد باش يكون مستقل باش ما يخدمش عند الناس، يخدم في شركته كمستقل كرجل اعمال كمبتدئ، ولكن كاين الناس اللي هما كيشتغلوا في الديجيتال اللي وصلوا واحد الشيفر اللي هو كبير، ولهذا بغينا نعموا هذا الشيء على المقاولات المبتدئه. كنعرفوا ان المغرب انخرط منذ عده سنوات في واحد مجموعه من الاستراتيجيات الرقميه اللي بدات برقمنه الاداره العموميه، وكما كنشوفوا ان غالبيه الادارات العموميه اصبحت الخدمات ديالها مرقمنه انطلاقا من اداره الضرائب، من المحاكم، من غيرها من الادارات العموميه. وثاني يعني ثاني شق في الاستراتيجيه ديال الرقمنه كتخص الاقتصاد الوطني، وباللي كنتكلموا على الاقتصاد الوطني كنتكلموا على المقاوله. فرقمنه المقاوله ما بقاش واحد الاكسسوار او شيء للتزيين، ولكن اصبح واقع اللي خص يلتزموا به جميع المقاولات الرقميه. فالحضور الرقمي للمقاولات ولا واجب على جميع المقاولات. ويعني المعهد الدراسات الاجتماعيه والاعلاميه بما انه كتربطوا بغرفه التجاره والصناعه والخدمات وجامعه الحسن الثاني واحد المجموعه من الاتفاقيات ديال الشراكه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ديال منطقه الدار البيضاء السطات، فاحنا خذينا على عاتقنا اننا نقوموا بالتوعيه ديال الشباب وحاملي المشاريع وايضا المقاولات بضروره انهم ينخرطوا في الرقمنه. لهذا قمنا بهاد الهاكاثون او مسابقه لتصميم المواقع الالكترونيه باش نعرفوا ان التجاره الالكترونيه هي المستقبل ديال الاقتصاد ديال هذه البلاد.